بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده جينا لكم اهو بموقع طبعا مشهور جدا، ولكن احنا اتاخرنا التنزيل عنه بقاله 25 يوم. طبعا بيبدا على مسؤوليته طبعا في 34,659 يوزر، 814 بيتكوين اتدفعوا. تمام، ودي طبعا دي النسخه بتاعت البيتكوين بتاعته، وهي دي الخطه زي ما انتم شايفين لغايه 30 يوم. فاعتقد انه هينصب بعد 30 يوم او 60 يوم. تمام، عشان تسجل هو طبعا باستثمار البيتكوين وبيدي بونص، فاحنا هندوس هنا ريكويست. تمام، ونجيب ننسخ المحفظه كده. تمام، نيجي نعمل كنترول في، قال لنا بليز ويت، اهو بيديك خطه بتبقى 20,000 ساتوشي، بس هي بتخلص بعد يعني يوم واحد، فانت ما بتلحقش الخطه بتاعتنا. طبعا يلاك لي باي باي بالانس. طبعا هنا الموقع بيدي باونتي لاصحاب قناه اليوتيوب، دي واحده. هنا طبعا بتكتب الايميل وهنا اللينك، وهنا طبعا بيقول لك بيدي 100,000 ساتوشي لو عندك 500 سبسكرايبر، بس لازم او اكتر لازم يكون عندك 100. لو عندك 1000 لازم تجيب 500 مشاهده، لو عندك 10,000 لازم تجيب 1000 مشاهده. وهنا بيدي ده واحد عنده 10,000 مشترك ريلي بيدي زي ما انتم شايفين 500,000، يعني لو واحد عمله 3 فيديوهات ياخد مليون ونص. تمام، فالموقع ده يعني اي حد عنده قناه كبيره والله لو يعني اشتغل عليه هيحقق منه مثلا مبالغ يعني قويه جدا جدا، وممكن يحقق منه طبعا اكتر من 100 دولار في الشهر. تمام، لو كل يوم بيعمل له فيديو اصلا خد 10 بونص خلاص كده اصلا، يعني هيجمع له حوالي 1000. فهنا طبعا لو انت عايز تودع في موقع بتدوس على كلمه ديبوزيت هنا، ومثلا بتعمل الماونت اللي انت عايزه. مثلا واحد جاي عايز يودع 100,000 ساتوشي، بيقول لك في اليوم هتاخد 4,033 ساتوشي. تمام، وبتدوس هنا ستارت باي وتخش وتودع في الموقع عادي كده. طبعا دي كل الخطط كلها لحد 180 يوم، وهنا طبعا بيقول لك تسلمي وقت مش في الموقع. احنا تاني الداشبورد كده، لو عايز تسحب من الموقع بتدوس ده طبعا افلييت، بزرع من افلييت. لكن لو عايز تسحب بس طبعا ده بيجي من روابط الحلقة فقط، لو انت عايز تسحب بقى من الموقع نفسه من رصيدك بتدوس كلمة وزراو. طبعا زي ما انتم شايفين انا كل اللي معايا هو العدد ده، لو انا جيت اسحبه كده هو طبعا بيقول لك ما في، هنيجي نسحب العدد ده. تمام، هنعمل كده اي كونفيرم، بيقول لك لازم اقل حاجة 100,000 ساتوشي. تمام، بس طبعا هو مش هيسحب لاني مش معايا طبعا فلوس في الحساب. تمام، هنا هنرجع للموقع هنا تاني كده. هنا طبعا موقع افلييت. تمام، بيقول لك في اول الموقع ده رابط الحالة بتاعك او الخاص بيك والكود، وهو على فكرة بيدي 20% للحالة. طبعا نرجع هنا كده على الداشبورد. تمام، لا طبعا بيقول لك انت عندك ماينر بيدي 20,000 ساتوشي في اليوم، بس هو بيخلص بعد يوم. هو الماينر ده فعلا هيديك 20,000، بس بعد ال 20,000 هو هيخلص، يعني هو مش هيديك غير 20,000 ساتوشي بس. تمام، فانت لازم تبدا او تدفع فيديو على القناه. انا بيقول لك لو عايز تشتري تاني بالبالانس تعمل خطه، يعني بتدوس على الكلمه دي وبتختار. بس طبعا اقل حاجه زي ما انتم شايفين الايداع هو 100,000 ساتوشي. فتمام، فانت عشان تسحب من الموقع ده يا اما تعمل فيديو يا اما تودع، وانا ما بنصحش حد بالايداع فيه. وطبعا اللي عايز يودع بيودع على مسؤوليته الشخصيه. تمام، فكده طبعا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.